السلام عليكم ورحمة الله، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس، ونرجع لكم بفيديو جديد. البنات اليوم رايحين نخدموا غطاء الثلاجة وغطاء ميكرو اون، رايحين نخدموا زوز حوايج. اول حاجة قبل ما نبدا لا فيديو، راح نقول لكم كامل المشتركين اللي دخلوا جدد كامل نقول لهم مرحبا بكم وان شاء الله تستفادوا، واللي مازال ما ضغطتش ما دخلتش نقول لها اضغطي على الجرس الاحمر باش يوصلك ديما جديد تاعي، ورايحة ان شاء الله تستفادي بهذه المشاريع. هذه هي البنات، اول حاجه راح نعطيكم القياسات نتاع الغطاء تاع الميكرو لهنا. يا البنات انا عندي هذه القطعه قطعتها لكن مازال ما شرشفتهاش، رايحه نديرها عادي البنات، مانيش راح ندير لها قالوا ولا راح نديرها، قلت لكم عادي جدا. لهنا انا بدي نعطيكم القياسات نتاع العرض والطول. لهنا البنات العرض نتاع القطعه نتاعنا فيها 45، والطول تاعها فيها 83. هذه القطعة الكبيرة، والقطعة الصغيرة رايحة نعطيكم القياسات تاعها يعني قبل ما نخدمها قبل ما نقطعها، فيها 14 على 36. هذه البنات رايحة نقطعوها كيما هكذا، شوفوا كيف رايحة نديروها كيما هكذا. ولهنا نحتاجو باللون المارو هذا، انا درت ديما راني نكمل رايحين نكملوا هذا الطقم نتاعنا اللي في الباج والمارو. لهنا قطعت قطع صغار اللي رايحين نديرهم بابيونات، هذه هي، وهذا ثانيك راح نديرهم اشرطه للبابيونه. نرجعوا البنات نرجعوا لهنا، واش راح ندير؟ راح نطوي القطعه تاعي هذه كيما هكذا، وانا نحكمها بليزي بانجل باش ما تبقاش تتحرك، ورايحه نطوي القطعه تاعنا هذه. هذا جيب البنات، هذا رايحين نديروه جيب ونحطوه هنا، ونعاود نكالكيه بس بالقلم باش يخرج لي نفس يخرج لي الجيوب، يخرجوا لي كيف كيف يعني، ما يخرجش واحد كبير واحد صغير واحد هكذا هكذا. انا راح نقطعو بسم الله، هذه هي البنات، ونتحصلوا على نفس الجيب باش يخرجونا قلت لكم كيف كيف. هذه هي، نجيو لهنا للبابيونا البنات، رايحين نعاود لكم باش يعني تفهموا مليح. البابيونات خدمتهم سهله البنات، خدمتهم سهله، واش راح ديري؟ تطوي غير اي قطعه يعني على حسب البابيونا. انا مادام الجيب صغير لازم ندير بابيونا صغيره، تطوي القطعه هذه كيما هكذا وتحكمي ديري خط البنات هكذا، ديروا خط كما هكذا وتعاودوا ديروا دائره صغيره هكذا، وتعاودوا دائره هكذا يعني هكذا. ها سهله سهله، ونقطعوهم شوفوا كيف نهبطوا هذه هكذا شويه هكذا، شوفوا كيفاه يعني خدمتها سهله، ما تبانش كاع هذه القطعه. ومن بعد كي تطبقيها راح تحصلي هذيك البابيونه شابه بزاف، شوفوا ها هذه هي. دوك نروحوا البنات نزيد نكمل هذه الزوجه. لهنا راني درت اربعه، رايحه باش ندير زوج منا وزوج منا، زوج بابيونات منا وزوج منا، هذا كملناهم نتاع الجيب. وراح نجيب القطعة الكبيرة تاعي البنات، واش راح ندير؟ نطويها كيما هكذا ونحكمها بليزي بانجل ونشرشفها عادي البنات، رايحة منا نخليها سامبل، ورايحة نشرشفها غير من هذه الجهة ورايحة نشرشفها قلت لكم منا، رايحة نخليها سامبل، رايحة نبداها منا ونشرشفها عادي، نكتب نرسمها غير شرشفة عادية جدا هكذا.
انا بعد ما درت عليها البنات كامل هكذا، فوت عليها كامل بالقلم. انا راح نبدا نقطعها باش ما يجيكمش لا فيديو طويل، راح نقطعها عادي هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا نتبع غير وين كركيت بالستيلو بالقلم، ونعود نرجع لكم. يعني ها راح تقطعيها عادي كيما هكذا باش ما يجيكمش لا فيديو طويل البنات. انا راح ندور عليها كامل نقطعها ونعود نرجع لكم. وهذا هو الغطاء نتاعنا البنات، شوفوا كيف خرج. انا رايحه البنات نروح للماشينه، راح نخيطو كيما هكذا. رايحه نجي لهنا، رايحه نخيط، رايحه نخيط من هذه الجهه ومننا ومننا. بصح قبل ما نخيط البنات، رايحه قبل ما نخيطو يعني في هذه القطعه، رايحه نخيط اول حاجه البابيونات باش من بعد ما يغبنونيش كل اللصق هنا تجيني يعني سهله. نخيط اول حاجه البابيونات ومن بعد نعاود نلصقهم هنايا. نروحو درك للماشينه نجيب هذه القطعه نتاع البابيونه، نلصقها هنا. وديما راني نقول لكم البنات اللي يعني اللي تحب اللي راهي تخدم في سكاي بزاف، نقول لكم اشروا هذا الرجل ولا الدواسه ولا كل واحد واش يسميها. هذه البنات تساعدكم بزاف، تمشي لكم في السكاي وراهي ماهيش غاليه بزاف، راهي دير 12000. نزيد نعاود نلصق الثانيه، وريحه نلصقها لهنايا. نحدد وين رايحه نحطها، اللي ما تقدرش تتحكم فيها تحكمها بليزي بانجل، ومن بعد تبدا تخيط. ونعود نعود لها ثانيك هنا في الوسط، ومن بعد نكمل الزوجه. ونرجعوا للغطاء نتاع الثلاجه تاعنا ولا الفريجيدار. رايحه البنات نديروا لهنايا، هذا راح نعطيك مقياسات تاع القطعه الكبيره. الطول العرض نتاعها فيها 57، 57 على متر ونص. الطول تاعها فيها متر ونص، وهذو القطع البنات فيهم 57 على 24، 57 على 24. هذو الحين نديرهم الجيب نتاع الفريجيدار تاعنا. واش رايحه ندير البنات، رايحه نوري لكم كيفاش رايحه نخدمها. انا رايحه نديرها هكذا، نطوي هذا القطعه كيما هكذا هكذا، وراح نجيب القلم ورايحه ندير البنات، رايحه ندير هكذا باش ندير هكذا. يجوني واحد ثلاثه جيوبه، يعني تجوني مخط كيما هكذا، يجي مجعد. راح تشوفوا الديسه تاعو كيفاش راح تخرج شابه بزاف. نعاود نسقمها مليح، شوفوا كيف. هكذا نحو هذا الزوائد هذو. ولهنا البنات رايحه نديروا نفس الطريقه كيما اللي درناها في غطاء الميكرو اون تاعنا. رايحه نشرشفوها، هكذا شوفوا كيف هكذا. شوفوا انا راح نزيد نكمل نقطعها، رايحين نخدموا نفس الطريقه تاع ميكرو اوند باش تجينا يجينا كلش كلش اسورتي ويشبه لبعضه، ما تجيش وحده
هكذا وحده هكذا راح يجينا كلش كيف كيف هكذا. هكذا شوفوا كيف شوفوا كيف تجي. انا راح نقطع الزوجة نفس الطريقة تاع هذه، وثاني البنات راح نخدم الطريقة تاع هذا الدوبل تاع غطاء الثلاجة تاعنا. رايحة نشرشفو كيما قلت لكم كيما درت في الميكرو اوند، نشرشفو غير منا ونشرشفو منا ومنا رايحة نقطعو بالمقص المسنن عادي جدا، ورايحة نرجع لكم. ولينا درت على الغطاء تاع الثلاجة تاعنا كامل، درت عليه البنات شرشفتو من هنا حرفتو غير بالمقص المسنن عادي ما درت له والو، لانه راح يجي هذا راح يجينا من الخلف وهذا راح يجينا من الامام. لهنا ثاني درت له هذا الجيوب هذا، وشوفوا البنات كيفاش راح نخيطوهم، راح نخيطوهم منا يعني خدمتهم سهله. قبل ما نخيطوهم البنات راح نخيطوا البابيونه، انا حبيت ندير بابيونه غير هنايا ما حبيتش ندير في هذا الجوانب ما نكثرش بزاف. درت هنا نفس الطريقه البنات، راني نقول لكم هذه الطريقه كبروا ولا تصغروا راح تخرج لكم كيف كيف. رايحه نديرها هنا شوفوا كيف رايحه نديرها هنا، راح تجيب الشابه بزاف. واش نديروا البنات رايحه شوفوا رايحه نخيطها من هنا، بعد ما نخيط هذه البابيونه نخيطها من هنا ومن هكذا نمشي معها كامل، وبعد ما نكون خيط البابيونه ومن بعد في التالي رايحه نخيطها من هنا البنات هنا وهنا. نخلي هذو جيوب نسحقوهم نديروا فيهم صوالح، وهذا الجيب الكبير ثاني نديروا فيه صوالح. هذه هي دوك نروحوا للماشينه ونبداو على بركه الله. لصق هذه البابيونه كيما درت في الاول، لصقها هكذا في الوسط، هذه درتها كبيره وهذه خدمتهم سهله البنات وتجيكم متحوفه. كي ديروا البابيونه هذه تجيكم شابه بزاف. ومادام درنا الطقم تاعنا فيه كامل هذه البابيونه رايحين نكملوا كامل كيما هكذا، ولصق الجيب نتاعي انا لهنايا البنات درت له لي زيبانغل كعد كبير ونتبع ونزيد نخيطها هنا في الوسط. ونزيد من بعد راح نكمل الثانيه وراح نوريهم لكم البنات جاهزين. وهذا هو غطاء الميكرو اون تاعنا البنات، شوفوا كيفاه خرجه شباب بزاف، صرتو درنا له جيوب كيما تعرفون احنا نسان نحبوا الصوالح هذو، نحبوا ديما نخبوا بريكه كاش وصفه كاش مش عارفه ديما نحبوا نستغلوا هذا الجيوب هذو. شوفوا كيفاه خدمناه جا شباب بزاف وسامبل البنات، ما درنالوش حاجه هكذا هكذاك، ويعني جا هايل البنات. نرجعوا للسعر البيع نتاعو، رايح تبيعوه من 25 حتى ل 30000 هذا الناب تاع الميكرو اوند نتاعنا ولا الفور، تقدري دي خدميه ديريه للفور ولا الميكرو اوند. هذه هي نعاود نوري لكم الغطاء تاع الثلاجه تاعنا، وهذا الغطاء نتاع الفرجيدير تاعنا ولا الثلاجه البنات كيف خرج هنا راني طاوياته باش نقدم لكم الجيب تشوفوهم بين زوج. قلت لكم شوفوا كيفاه الجيوب هذو اللي قلت لكم عليهم البنات، هذو تقدري ديري فيهم اي حاجه حبيتي. هنا ثانيك تقدري ديري فيهم السرابط تاع طراشه تاع الماكله، هنا ثانيك شوفوا انا درناهم كبار هكذا بس نستغلوهم كيما تعرفون احنا نحبوا بزاف نخبوا فيها هذه الصوالح ديما يكونوا عندنا حوايج. ولا تقدري دي فيه كاي هكذا اللي راكي تكتبي فيه لغوسات وكامل. واش نقول لكم البنات ان شاء الله يعجبكم، نحكوا فيه اللي حاب تخدموا كمشروع. كي تخدموه البنات بسكاي بهذا الجيب ما ديروش كبير هكذا، ديروه غير صغير ريحة تبيعوه ب45، وكي ديروا له القطعه هذه القطعه تاع السكاي هذو الكبار ريحة تبيعوه ب50000. يعني كي تخدموه بالجيب يكون صغير راح تخدموه تبيعوه يعني من 40 ل 45 ما تفوتوش، يعني من 40 ل 45. وكي تكملوا تخدموا القطعه تاع هذا تاع الجيب تاعها تخدموها كبيره راح تبيعوها من قلت لكم حتى ل 50000. نتمنى نكون فدتكم البنات، وما تنسونيش اكيد ديما نقولها لكم بالدعاء. وثانيك اللي عجبتكم الخدمه وحبيتوني نكمل لكم ديروا لي جيم البنات باش نكمل، وما بقى لي غير نقول لكم اتهلوا في روحكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.